حضرتك هي البدايه بمنتهى البساطه. احنا جايين من بعد قائد ابراهيم، خدنا مسيره وصلنا في بيت السعيد في شارع الحنيه في شارع الاميره نعمت، وعدينا وسط الاهالي مسيره كبيره جدا، ومعانا التلفزيون السلميه زي الفل، ما فيش اي مشكله. عدينا على نقطه بيت السعيد اللي جوه، عدينا على اقسام شرطه ونقطه الشرطه بتاعه الحنيه وكده، ما فيش اي مشكله، عدينا عادي. جينا لحد هنا المسيره، الجماعه في جماعه واقفين. انتوا لحد فين؟ اسم ايه؟ قبل اسم سيدي جابر عند البنزينه. في ناس واقفه مستنيه بقيه المسيره تيجي، واقفين بيهتفوا، لكن مكانهم في النص الثاني مش النص اللي قدام الاسم. بدات اربع تنفار بالظبط من ورا اسم سيدي جابر، بداوا يحدفوا الطوب على الاسم. مين الاربع تنفار دول؟ هم ما نعرفهمش، بس حماير ورا اسم سيدي جابر. ورا اسم سيدي جابر. لما طالع انا شفت بعيني العسكري وهو طالع بيضرب اول قنبله غاز نزلت جوه نادي سبورتنج.